إيمان، توظفت من جديد بجامعة بيروت العربية بمركز ريادة الأعمال. رايحة على حرم الدبية، في عندي شغل وبذات الوقت بدي أتعرف عليه، لأنه لما تخرجت من الجامعة ما كان بعد موجود. رح نبدأ زيارتنا بكلية الهندسة المعمارية. بيتألف مبنى كلية الهندسة المعمارية من 4 طوابق تحتوي على قاعات تدريس ومختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات، ومكتبة بتحوي أكثر من 12250 كتاب و185 مجلة دورية. أعدت اللجنة المشكلة من محكمين بالهيئة الملكية للمعماريين البريطانيين ريبا، اللي زارت الجامعة وقامت بعملية الفحص والتقييم لكلية الهندسة المعمارية، اقتراحات وتوصيات بشأن الاعتماد الدولي لشهادة البكالوريوس المعمارية يلي بتمنحها الكلية لمتخرجيها. بضم حرم جامعة بيروت العربية بالدبية بالإضافة لكلية الأركيتكتشر، كليات إدارة الأعمال والهندسة والعلوم، ومبنى ضخم للمختبرات المجهزة بأحدث التقنيات اللازمة للعملية التعليمية والبحث العلمي. أولت جامعة بيروت العربية البحث العلمي وتطويره اهتماماته الخاصة من خلال استراتيجية الجامعة، وذلك على 3 محاور: إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة، توفير البيئة الأكاديمية الداعمة للبحث العلمي، إيجاد ارتباط وثيق بين الجامعة والصناعة. والآن نلاحظ في جامعة بيروت العربية ازدياد أعداد طلاب الدراسات العليا على مستوى درجة الماجستير والدكتوراه. مرحبا أمين. إيه أنا أمين. خبرني شوي عنك وعن المشروع اللي حيدعموا فيه. أنا سينيور ستودنت بكلية الهندسة اللي بتضم اختصاصات الهندسة المدنية، الميكانيكية، الكهرباء، الاتصالات، الكمبيوتر والصناعية. ضمن عملنا وأبحاثنا بكلية الهندسة الميكانيكية قدرنا نتوصل للمايكروسكيل هيت ترانسفير فور إلكترونيك ديفايسز، اللي تعتبر من أكثر الوسائل الفعالة لطرد حرارة الأجهزة الإلكترونية بسرعة ما بتتخطى 3 ثواني، وبتحافظ على حرارة الأجهزة الإلكترونية ثابتة طول فترة التشغيل. من بعد ما قدرنا نتوصل لهالموديل الأولي، نحن هلأ عم نفتش لنحصل على براءة الاختراع وتحويل الاختراع لمشروع منتج. كل صاحب فكرة بده يحقق مشروع ويستفيد من الدخل تبع المشروع بيتوجه للسي اف اي. السي اف اي بتأمن له التسهيلات اللازمة اللي هي بتتمثل بالإرشاد. الإرشاد عبارة عن دراسة المشروع من كل جوانبه، منوصله للتمويل للجهة الممولة، وكمان منحتضنه منعطيه إنكيوبيتر بقلب الجامعة as office، بقلبه كل شيء، كل الإمكانات المطلوبة لحتى يقدر يدير مشروعه. بحرم الدبية في مختبرات وتجهيزات عديدة لتنمية القدرات الفكرية والعلمية للطلاب. لأن العقل السليم بالجسم السليم، تم إنشاء صالة للألعاب الرياضية جهزت بأحدث المعدات المتطورة والمدربين لتوفير اللياقة البدنية للطلاب. اليوم رح كمل جولتي على الجامعة وزور حرم طرابلس. يعتبر حرم طرابلس من المنجزات الهامة لجامعة بيروت العربية، وبدأ باستقبال طلابه بالعام الجامعي 2010-2011. بضم حرم BAU طرابلس كلية التجارة وإدارة الأعمال، كلية الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية العلوم الصحية، وبيبلغ عدد الطلاب أكثر من 1000 طالب. جهز هيدا الحرم بأحدث المختبرات والمعدات المتطورة حسب المعايير العالمية. وبهيدا الفرع عم بيتم تجهيز 8 مكتبة للجامعة.
بجامعة بيروت العربية 8 مكتبات، 5 في بيروت، 2 بالدبية، 1 بطرابلس. نملك مجموعة قيمة حوالي 140 ألف كتاب، 7000 أطروحة ورسالة جامعية، إضافة إلى مجموعة نادرة من المخطوطات. وبدأنا خدمة صفوف المكتبة من خلال تدريب الطلاب على كيفية استخدام هذه القواعد البيانات والبحث فيها، وأيضا بدأنا مؤخرا بخدمة الإعارة المتبادلة مع المكتبات الأكاديمية الموجودة في لبنان من خلال اشتراكنا بكونسورتيوم الاتحاد المكتبات الأكاديمية في لبنان. مثل محرم طرابلس عم يساهم بوصول خدمة تعليمية لمحافظة الشمال على نفس المسار والهدف، بدأ العمل حديثاً على مركز أبحاث البيئة والتنمية بحرم الجامعة الجديد بالبقاع يلي رح نزوره بكرة. نحن هلأ طالعين على حرم الجامعة بالبقاع بمنطقة جديدة. بيتألف حرم الجامعة من 18 عقار تبلغ مساحته 183 ألف متر مربع. أنشئ عليها نادي للخريجين، بيقدم مكان للالتقاء وعقد الفعاليات الثقافية. ومركز أبحاث البيئة والتنمية هو مركز لتقديم وإجراء الأبحاث البيئية على المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي والصحي. هي الخطة الاستراتيجية للسنتر بتتركز على نقطتين أساسيتين: إجراء أبحاث علمية بالقضايا بيئة، قضايا اجتماعية بما فيها دور المرأة بعملية التنمية، وقضايا الكلايمت تشينج. والشق الثاني هو السيفيك انجيجمنت، مشاركة المجتمع المدني بجميع نشاطات المركز، وإضافة إلى تقديم بعض الدورات التثقيفية والتعليمية والتوعوية للمجتمع. أكثر من 50 سنة وجامعة بيروت العربية عم تساهم بزرع الخير بالمجتمع وعم تبني إنسان المستقبل، وبالإضافة لاهتمام الجامعة بالأمور الأكاديمية والبيئية والبحثية جعلت أولى اهتماماتها لحقوق الإنسان، ووضعت مادة إلزامية عن حقوق الإنسان بجميع الاختصاصات والبرامج التعليمية. مركز حقوق الإنسان جامعة بيروت العربية هو من المراكز المستقلة المتخصصة اللي أنشئ بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب ومنهم إلى المجتمع. لتحقيق هالهدف المركز بيتعاون مع عدة جمعيات من المجتمع المدني اللبناني ومع جهات دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان. حرم بيروت هو الحرم الرئيسي بالجامعة، بيضم الكليات الطبية من صيدلة وطب وطب أسنان وعلوم صحية، وكلية الأداب والحقوق والتجارة وإدارة الأعمال. تسعى جامعة بيروت العربية أن تكون دائماً في المقدمة، فقد قامت بتطوير برامجها الأكاديمية طبقاً للمعايير الدولية، وتقدمت بهذه البرامج للجهات الدولية لاعتمادها، مثل برامج الهندسة المعمارية والهندسة والعلوم والصيدلة وطب الأسنان وإدارة الأعمال وغيرها. وتسعى كذلك الجامعة إلى توطيد علاقتها مع المؤسسات البحثية والجامعية، فقد قامت بعقد اتفاقيات مع جامعة هاجي تبي بتركيا وجامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة وعدة جامعات في الاتحاد الأوروبي. وكذلك تقوم الجامعة دائما بدراسة احتياجات السوق، فتم توفير برامج جديدة مثل العلاج الفيزيائي والتغذية وفنين المعامل. وتقوم الجامعة حالياً بدراسة مشروع هاماً لخدمة الطلاب المجمع الطبي، هو إقامة مستشفى جامعي للجامعة، وتجاري دراسة هذا المشروع، وإن شاء الله يتحقق هذا الحلم.